ادي امامنا حلوه فرصه البينيه انطوي سندها حلوه ادي تسديده يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد حلوه 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 الشحات حسين الشحات يضع هدف من اجمل اهداف الدوري النهارده مباراه الاهداف الجميله الحقيقه جول اول لمصر المقاصه جول اتلعب التاني في الشمال حسين الشحات يا ولد يا ولد حلوه 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 تسديده هو دي احد الحلول اللي بقول لكم عليها التسديد يا جماعه من بره منطقه الجزاء عليهم افضليه عدديه من النادي الاهلي لكن هنشوف الحوار ادي الكوره وادي تسديده جول 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 يا عيني يا عيني يا عيني يا عند اللاعب محمود وحيد يدخل للقلب خطيره ممكن لا 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 جول جول الشحات وادي توني تمديده حلوه قوي مفيش تسلل مفيش تسلل انفراد 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 هدف الضربه القاضيه الفنيه هدف الضربه القاضيه الفنيه عملها عملها بركات الجديد عملها اللاعب من حسين الشحات في مباراة اليوم كرة تلعب وجميلة ونزالت عناوية والمحاولة مستمرة جول جدا في هذه المباراة الكرة موجودة الآن محاولة تسديدة والكرة بالشباك الكرة بالشباك يصل المرة الأولى بهذه النتيجة الكبيرة يتقدم محمد أحمد يأتي بكرة الشحات في المكان السليم فرصة جول الاعتذار كرة ملعوبة إحسان الشحات في الدقيقة 90 شحات يا سلام الشحات يا سلام يا سلام ممكن كرة جول نعم فعلها الشحات ختم الشحات بختمه الخاص على الكرة معاه تمريرة خطيرة يا الشحات أين الكرة يا الشحات أحسن الشحات الكرة هذه بالخطأ يا ذكريات حسام حسن ثم احمد برام انطلاقه سريعه من هنالك عن طريق البرازيلي لوكاس كايو رائعه 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 من كايو كره خطيره بابا 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 فايز الشحات جول بابا 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 حسين الشحات ببراعه جاء من القاهره وحطها في الجول اقبض يده بعد هذه الكره من بديع اوك والانطلاقه السريعه من هنالك اليو ديانغ سريع اليو ديانغ كره خطيره راح محسن راح مروان محسن راح مروان المراوغه رائعه المراوغه رائعه والتسديده بابا بابا رائعه جول عالمي هذا الجول يا حسين يا شحات يا سلام دخل بيت الوداد كما يريد راوغ وسدد فسجل جول لعبه من اروع ما يكون من ضيع مره ثانيه ازارو ترجع يا عيني 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 على الحلويات ويا عيني على القطايف واللطايف والحكايات والقطايف ومفيش اجمل من بودياف يلعبها خطيره تسديده بابا 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 جول قلت لكم بان السر يكمن عند حسين الشحات يلعب الكره حلوه لحسين حسين حسين عدى حسين الحمد لله على السلامه يا سحس الحمد لله على السلامه يا سحس وحسين الشحات يسجل هدف يمتلك 24 نقطه في المركز الثامن طويله واماميه انفراد حسين 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 يا ولد يا ولد هو ده حسين الشحات هو ده حسين الشحات بحنيه حسين الشحات الحمد لله على السلامه يا حسين يسجل كبيره نفسيه وفنيه وتكتيكيه ومعنويه كلها تسمح لنا للاهلي بان يستمتع ويمتعنا كره ممتازه من افتمرت با 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 با.